نروح بقى لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نتعرف احنا وكل حضراتكم على اخر الاخبار والمستجدات من خلال زميلتنا العزيزه سالة حامد، موجوده هناك دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الخيرات عليك يا سالة، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده هبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن النهارده ان شاء الله يعني الفريق هيواصل تدريباته يا كريم وانا هواندو بشكل طبيعي الساعه 4 على ملعب مختار التتش، وبعد كده الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله، واللي هتكون امام نادي المقاولين العرب في تمام الساعه 5 مساء، والمباراه اللي هتقام على استاد الاهلي والسلام، وده طبعا في اطار منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ده بالنسبه لفريق كره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وفريق كره السله رجال تحت قياده مستر جاست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ويمكن بعد يعني توقف دولي طويل يعني كان لمده شهر ونص بسبب يعني مشاركه منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم لكره السله وتاهل يعني منتخبنا بعد مواجهه تونس لكاس العالم لكره السله، يمكن كمان بيشارك يعني كان بيشارك العديد من لاعبي النادي الاهلي زي إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمر طارق، سيف سمير وعمر زهران. يمكن اللعيبة دي كلها يعني رجعت الأسبوع اللي فات وشاركت كمان في التدريبات الجماعية بعد أيام يعني بسيطة من مشاركتهم مع منتخبنا الوطني. والنهاردة إن شاء الله النادي الأهلي هيكون في مواجهة نادي الزمالك يعني عودة المباريات مرة أخرى، ويمكن دي يعني من آخر ثلاث مباريات، كمان مباراة نادي الجزيرة ونادي الاتحاد السكندري، دول هيكونوا ثلاث اخر مباريات في مرحله الدور الثاني او مباريات الاياب من بطوله دوري السوبر لكره السله. في البدايه النهارده ان شاء الله هتكون مع نادي الزمالك، والمباراه هتقام في تمام الساعه 8 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. ويمكن خليني اقول لك هوندو اقول لك يا كريم انه يعني الاصابات يعني تضرب يعني صفوف فريق النادي الاهلي، يمكن في العديد من الاصابات موجوده في صفوف فريق النادي الاهلي، وكمان من الاصابات يعني عناصر اساسيه ومهمه في الفريق زي نجم النادي الاهلي ايهاب امين، عمر طارق، محمد ابو النصر، احمد مهيب، وكمان عبد الله الناصر بيدو اللاعب الشاب طبعا في صفوف فريق النادي الاهلي. كل دول هيغيبوا عن مباراه اليوم. كمان النهارده مستر جاستي بوش يعني هيستعين بالعديد من اللعيبه الشباب يعني من فريق ال 20 سنه زي محمد طارق خيري وكمان كريم حاتم وعلي وحيد، كل دول يعني هيكونوا متواجدين النهارده ان شاء الله عشان يعوضوا يعني غياب كل اللعيبه دي. كمان النهارده ان شاء الله يعني عمرو الجندي وعمرو الزهران هيكونوا متواجدين مع الفريق بشكل طبيعي، ويقدروا ان شاء الله ان هم كمان يعوضوا غياب محمد ابو النصر طبعا اللي يعني كل اللعيبه دي بيلعبوا في نفس المركز وهو مركز ثلاثه. فده بالنسبه لفريق كره السله. كمان سيدات كرة السلة النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين من الساعة 6 للساعة 8 عشان بكرة هيكون عندهم يعني برضو عودة المباريات مرة أخرى في بطولة الدوري بعد يعني توقف دولي مشاركة منتخبنا في تصفيات أفريقيا الأفرو باسكت لمنتخب يعني طبعا السيدات لكرة السلة. فالنهاردة إن شاء الله تمرينهم هيكون من الساعة 6 للساعة 8، وبكرة عندهم مباراة يعني أول مباراة في الدور الثاني ودور الإياب من بطولة دوري السوبر لكرة السلة، وبكرة إن شاء الله يعني هتكون مع نادي الطيران الساعة 6 وهتقام على صالة المقاولين، ودي الصالة الخاصة بفريق نادي الطيران. كمان بالنسبه لفريق كره اليد رجال، يمكن امبارح يعني خليني اقول لك انا هوندو اقول لك يا كريم انه الاتحاد الافريقي لكره اليد حدد امبارح بشكل رسمي ان يوم 6 ويوم 7 ان شاء الله يعني من الشهر القادم هيكون يعني موعد لبدء البطوله السوبر الافريقي لكره اليد، واللي هيشارك فيها النادي الاهلي ان شاء الله كحامل اللقب الموسم اللي فات، وكمان هيكون مع نادي الزمالك ونادي الترجي، ولسه فاضل نادي كمان ولسه يعني لم يتم تحديد مين هو النادي اللي هيشارك فيه البطولة من قبل الاتحاد الافريقي لكرة اليد، فلسه ده هيتحدد ان شاء الله الفترة القادمة، والبطولة دي هتبتدي يوم 6 او يوم 7 من الشهر القادم، وان شاء الله اللي هيفوز بالبطولة دي هيتأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد او المعترف بها السوبر جلوب، والبطولة دي وكمان بطولة كأس الكؤوس الافريقية واللي هتقام ما بين يوم 9 ليوم 18 ايضا في نفس الشهر. كل المباريات دي وكل البطولات دي هتقام على صالة امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، لان النادي الاهلي يعني استضاف البطولتين دول، وهيكون كمان في حضور جماهيري لجميع الأندية وأيضا للنادي الأهلي.
كمان سيدات كره اليد. خليني اقول لكم انه كان في العديد من لاعبات النادي الاهلي كانوا مشاركين مع منتخبنا الوطني زي ليلى حماد، امينه عاطف، امينه هشام، رنا راضي، واسراء الحريري، ومع منتخب 2004 تؤى كمال، نهى نوال خليل، وملك اوكا. يمكن كل اللعيبه دي كانوا مع منتخبنا الوطني الايام الماضيه. يمكن منتخبنا الوطني كان يعني في معسكر مغلق، وكمان يعني واجه نادي او منتخب انجولا مرتين وفاز في المرتين بشكل ودي. كمان منتخب الشباب واجه منتخب الدنمارك وايضا فاز في المباريتين. يمكن كل دي كانت مباريات وتجارب وديه لمنتخبنا الوطني ومنتخب 2004. ان شاء الله لعبات كل لعبات نادي الاهلي النهاوند وكريم هيشاركوا النهارده مع الفريق الاول للنادي الاهلي لكره اليد بشكل رسمي وبشكل طبيعي جدا. وبكره ان شاء الله يمكن هتكون اول المباريات برضو بعد توقف دولي طويل. ده هيكون ان شاء الله يعني يوم الاربعاء اللي جاي هتكون اول مباراه مع نادي المعادي الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. ويوم الجمعه ان شاء الله هتكون مباراتنا مع نادي الزمالك الساعه 4، وعندنا ايضا على نفس الصاله صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان سيدات الكره الطايره النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 6، وعندهم يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله مباراتهم مع نادي هليوبلس في بطوله الدوري. دي كانت كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرق الرياضيه. طبعا انا معاك هنا هواندو، اكيد معاك يا كريم لو في اي سؤال. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا يا كريم، تفضل. بشكرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة زميلتنا العزيزة سارة حامد، كل أخبارها جميلة ما عدا الخبر المتعلق بنسبة الإصابات اللي ضربت فريق كرة السلة كتير قوي الحقيقة. للأسف الشديد ده بيبقى مش أفضل شيء طبعا على مستوى الرياضات المختلفة بس